صباح الخير. صباح النور يا فندم. مكتب مستر عبد الله. اتفضلي حضرتك في السكرتيريا. شكرا. صباح الخير. اتفضلي. صباح النور. بعد اذنك كنت عايزه اقابل مستر عبد الله. لا هو في الحقيقه مشغول دلوقتي. اقول له مين؟ انا شريهان عبد الحليم. هو كان قايل لي بنت اخو مستر عبد الله صح؟ هو انا ما بحبش اجيب سيره القرابه في الحاجات دي، بس انا بنت اخوه لازم. ولا يهمك، هو كان مفهمني كل حاجه. اتفضلي معايا انا هوريكي مكتبي. مكتبي؟ اه مكتبك. اتفضلي. ده مكتبك. وحيات امك. ايه؟ يعني شكرا. طيب اتفضلي بقى اقعدي على مكتبك، وهيجي لك حد دلوقتي يقول لك طبيعه شغلك ايه. شكرا قوي. شكرا. شكرا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. السلام عليكم. انا شريهان زميلتك هنا ان شاء الله. الله يا رب. الحمد لله يا رب. يا رب الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ مش مشكله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. لا كتير. لا كتير. بس والله لو السقف وقع على دماغي انا عدالك. عدالك. لا كتير. لا ايه ده؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا رب. شاور. شاور. هاي سو. هاي نالي. انت كنت فين كل ده؟ اول ما كلمتيني خدت شاور ولبست وعملت ميك اب ونزلت مشيت فيكي ورجعت تاني خدت شاور عشان فيكي بتلحوسني، وبعدين عملت ميك اب ولبست وجيت لك جري. ايوه بس احنا كان معانا من ساعتين على فكره. سو بليز ما تضايقنيش عشان انا بجد مش طايقه نفسي. مش عارفه ليه من ساعه ما دخلت الناس قاعده بتبص لي عينيها بتبز، يعني كان جينيفر لورنس دخلت النادي. ليه عينيهم بتبز؟ اه عشان الانترفيو. ده انا قعدت امبارح اتفرجت انا ومامي وجبنا جيران وجبنا بوب كورن. ايه اللي انت كنت بتقولي ده؟ يو ار هيلاريوس. بس يو لوكت اميزنج باي ذا واي. ثانك يو از يوجوال. انت صحيح شفتي البوست اللي جيسي عملت له شيرنج على فيسبوك وتويتر وانستغرام وعملت له سناب شات ستوري واتساب جروب؟ طبعا. ما هي لازم تصطاد في المايه البركه. نالي اي ثينك اتس كود تصطاد في المايه العكره. وات ايفر. اكيد دلوقتي جيسي بقى فرحانه قوي، فاكره ان هي فضحتني وان انا همشي في الشارع بعيط مش مصدقه نفسي ازاي جيسي عملت فيا كده. هي عبيطه دي ولا ايه؟ انا هعرف ازاي اجننها وادمرها واخليها ماشيه كده عينها في الارض ازاي؟ انت عارفه جيسي دي كان شكلها عامل ازاي قبل ما تنتشر في حياتنا كده؟ عادي طبيعيه زينا يعني. انت فاكره ان هي كانت حلوه ناتشرلي زينا كده اكشلي زيي يعني؟ لا خالص، دي كلها فيك، كلها من فوق لتحت. مش لازم اقول لك ديتيلز يعني. يو جوكينج. بتهزري. واصلا كمان اسمها مش جيسي ولا حتى جاسمين، اسمها ياسمينة. ايوه. وكانت الناس بتقول لها ياسمينة السمينة. ايوه. يو نو وات سمينة از اوف كورس. يس. انت عارفه بقى بعد كده سافرت لبنان وعملت في نفسها اللي هي عاملاه دلوقتي وخبت كل صورها القديمه. بس انا بقى هعرف اجيب الصور دي وانزلها لها. انا مش هخلي موبايل في مصر غير عليه الصور دي. اي بس انت بتقولي ان هي مخبيه الصور، هتجيبي الصور ازاي يعني؟ من صاحبها القديم اللي كانت مصاحباه قبل ما تسافر. مين صاحبها ده؟ احنا نعرفه؟ انا سالت وعرفت ان هو واحد في الجامعه في انجينيرنج. لسه في الجامعه؟ ده سو ويرد. ايه الجهل ده يا سو؟ بقول لك انجينيرنج يعني 9 سنين وسنه التزام او اتزان اي دونت نو. وانت بقى هتروحي تقولي له بليز اديني صور فهيديكي صور. نيفر اندر استيميت مي. مشكلتي معاكي يا سو انك فاكراني سهله. يلا بينا. استني معاكي مبرد؟ يس ليت مي تشيك بليز عشان عندي حاجه. البنت بتاعت المانيكير بتقولي اسمها ودنه. مساء الخير. بقول لك ايه يا عروسه؟ عظيم يا رب.
هو التكييف ده شباك ولا زبلت؟ اسبق ايه؟ زبلت. لا هو تكييف مركزي زي ما انت شايفه عقبال عندك. اه سنترال يعني؟ سنترال. اه دمك سم. الحمد لله الحمد لله. الو ايوه فندم. محدش بيرد على التليفون ليه؟ انا عايز حد من الموظفين يجي لي مكتبي فورا بسرعه. حاضر تحت امرك يا فندم. فلايت النهارده شكله قرفانه وهيقرفنا كلنا. بقول لك ايه؟ استاذ فلايت كان عايز حد من الموظفين. ما تروحي له انت. انا؟ بالمره تعرفي انك الموظفه الجديده وتعرفي عليه. هو مين استاذ فلايت ده؟ استاذ فلايت ده بقى يا ستي يبقى مديرنا كلنا. وانا هتعامل من المدير كده على طول؟ اه. يلا يلا روحي. ماشي. إلسا استاذ فلايت. ازيك يا استاذ فلايت؟ لا استاذ بيئه. هلو مستر فلايت. اوفر دي كمان اوفر. ازيك يا مستر فلايت؟ حلوه دي راسيه كده. ازيك يا مستر فلايت؟ يا رب توكلت على الله. ادخل. ازاي حضرتك يا مستر فلايت؟ والله العظيم انا فرحت جدا ان انا هشتغل مع حضرتك يا مستر فلايت، وان شاء الله ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. حضرتك اصل انا قماشه العرض عرضين، تقدر تشكلها زي ما انت عايز، بس حضرتك تدب المقص يا مستر فلايت. تقصدي ايه فلايت؟ مقصود ايه ده؟ حضرتك انا ما اقصدش، انا ما اقصدش جبتيها منين فلايت؟ مش انا اللي جبتها حضرتك. مش انا اللي جبتها، انا اسفه والله. يمكن عشان ده عشان مين قال لك فلايت؟ مش انا اللي قلت. هم اللي ازاي؟ اهلا مستر عبد الله. الحمد لله. شيرين مبروك يا حبيبتي، اول يوم شغل. ربنا يخليك يا عم. انت تمام؟ الحمد لله. منير انا عاوزك تاخد بالك من شيرين. عارف شيرين دي تبقى مين؟ مين؟ بنت عبد الحليم اخويا الله يرحمه. أنا عاوزك تتوصى بيها، دي زي بنتي بالظبط. ما تقلقش يا مستر عبد الله، شريهان في عينيا. تمام، وأنت كمان شريهان، لو عاوزة تتعلمي أصول الشغل خليكي ورا مستر منير. هو وراه صعب بس أنا وراه. حاولي يا حبيبتي، حاولي عشان خاطر. حاضر. ميرسي يا فندم. عارفة مستر منير ده هيبقى إيه؟ أكبر خلفية اقتصادية أنا ما شفتهاش قبل كده. والله ولا أنا شفتها قبل كده خالص. لا يا فندم، حضرتك كمان نسيت خلفيتي القانونية. تاني هو في مفاجأة تاني؟ هما اتنين؟ أمال أنا ملك الخلفيات. أسيبكم وأنا بقى. ميرسي يا فندم. اتفضل يا فندم. طب يا أنسة شريهان، أنا عايزك تركزي معايا كويس قوي. أنا أحب الجدية والتركيز في الشغل. حاضر. حاضر. ورايا. محدش له دعوه. ايه ده؟ ايه الخناقه دي؟ ملناش دعوه بقى يا سو، عايزين نشوف فين سيف ده. ما تسالي كده لو سمحت. هاي هاي. لا سمحت، هو فين سيف جاي الحق؟ هو اللي في الخناقه هناك ده. يعني انتوا عايزين تخبطوا لي عربيتي وتجروا ليه؟ شايفين سجقه؟ بعد الشر حضرتك سجقه. اذا انت زي القمر ده، بس مش عارف في فخده هنا وبتلو، يعني بتستوي بسرعه. بسم الله ما شاء الله. حضرتك ايه ده؟ هو الولد ابو عضلات كبيره دي اللي عمال بيزنق الولد التاني عند العربيه؟ لا. هو اللي بيتضرب؟ لا. ما هو مين؟ هو اللي قاعد في العربيه. انا مالي حضرتك، هو اللي فايق. معلش غلطت، البني ادم خطاء. انزل كلمه، حرام عليك. اطلع يلا بدل ما اعمل لك صاحبك كفته. اطلع. حضرتك شغال في المنوفي، حكايه الكفته دي. اه حلوه الكفته، اعمله كفته هيبقى عسل في الكفته. هو يا حرام يا حرام، انا مش عايزه الضخم ده يضربه. عارف يا شريف، تعرف ان انت من ارجل ناس عرفتها في حياتي بجد، ونعم الصح. يعني بجد مش عارف اقول لك اسف بجد. في يعني احنا في قاعده زي انت دي. انت بتعمل ايه؟ بدوق البرتقال. بتدوق البرتقال بتاعي ليه؟ وتحط بقك في البرتقال بتاعي ليه يا شريف؟ في ايه طيب؟ ما اعرف يا شريف، ما تحطش بقك في الكوبايه بتاعتي. ما تطلب برتقال يا عم. ما انت طلبت شاي. ماشي ماشي. اوبا في ايه؟
في حتتين قاعدين لوحدهم لو علقناهم وخدناهم ورحنا بيهم ديسكو. ديسكو؟ انت قديم. ما اسمه ايه يا عم الابديت؟ اسمه باب كلاب. محني محني سو. الولد شكله نيرد قوي. اتعلم بس اتعلم شوف انا اعمل ايه. اتعلم عشان خاطر تعمل ايه؟ ايه المتخلف اللي جنبه ده بيعمل كده ليه؟ سو بيئة لزج قوي. خلاص جم بيبصوا لنا. بيبصوا لنا اكيد بيبصوا على حد تاني. احنا حد يبص لنا اصلا؟ انت ايه الدوجلاس دي؟ عايز سكسوكة دي بالنسبه لك عادي؟ سكسوكة ودوجلاس قديم. انت دلوقتي جبتيني هنا اني سيردن تلمي انت هتخشي عليه زي الكائن ده. هقوله ان انا معايا في الجامعه وعايزاه يساعدني في البروجكت. جامعه ايه يا نيلي هتقولي لي عليها دي؟ احنا متخرجين من زمان جدا. هقوله اي كلام يا سو اي كلام. اهم حاجه ان انا ادخل بيته وافتح الكمبيوتر بتاعه واجيب صور الزفته. طب والنبي بس ما تتكلمش خالص. لما يجوا يقعدوا معانا اعمل نفسك ابن خالتي ماشي وخلاص. اوكي بس مشكلتي ان هو سنتوح قوي يعني واضح ان انا اللي لازم اروح اتكلم معاه. ترو. يا نهار اسود. ايه اللي علينا ضربونا الصبح في الجراج؟ قصدك اللي ضربونا انا؟ بغض النظر. مش بغض النظر، انا مش هتضرب تاني يا سيف. انا مش هتضرب تاني. مش هتضرب. يلا نمشي عشان ما نتضربش. ماشي يلا نزوق بسرعه. ماشي شريف ما حاسبناش. مش مهم مش مهم. قومي قومي ليتس جو. الحمد لله ان احنا هربنا. الحمد لله. انا مش قادر اتضرب تاني خلاص. مش قادر اتضرب. بصراحه شكلك الصبح وانت بتتضرب كان يموت من الضحك، خصوصا الواد اللي ماسكك من رقبتك وزنقك في الازاز وانت عامل كده شكلك كان يقتل. في ايه يا سيف؟ في ايه يا سيف؟ ما تزعلش. يا لهوي. ايه؟ احنا متراقبين. من مين؟ تقريبا العيال اللي ضربونا الصبح خرجوا ورانا بالكافيه وجايين. يا نهار اسود. عايزين ايه تاني بقى؟ عايزين ايه تاني بقى؟ ما انا اتضربت واتشتمت. عايزين ايه؟ عايزين تف عليك ما تفوش. على فكره هتضرب معايا. على فكره لا اتضرب. انا اللي هضربك. مش عايز اتضرب. انا ما ينفعش اتضرب. انا خايف مش قادر. طب بص انا عندي فكره. ايه؟ احنا اول يمين ها هنخش ونركب. لو دخل ورانا وركنوا يبقى هنتنفخ. لو ما دخلوش؟ لو ما دخلوش ما ايه اللي لو ما دخلوش يبقى مش عايزيننا. هي دي محتاجه فقاقه. ماشي خش خش خش. العصابة اللي ماشية ورانا بتراقبنا. وانا نايم جنبك. وانا ايش حرفني وانا نايم جنبك اهو. طب اطلع شافوهم ركن ولا لسه؟ مش هينفع مش هينفع. انا اتضربت كتير قوي النهارده يا سيف. اتضربت كتير قوي يا سيف. ما ينفعش اطلع. انا انت قوي انت قوي يا شريف. انا لو طلعت هتضرب. ركن ركن. اهدى ركن. اهدى. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ركن هنعمل ايه؟ ايه ده؟ ما انت اللي غبي. صينينا في الشارع مقفول يا غبي. ما انا كنتش عارف ان هو مقفول. سو هما منايمين الكراسي ولا انا مش شايفه؟ لا منايمينها. اي كانت سي اصلا دماغاتهم. منايمين الكراسي في شارع جانبي ضلمه. انا عملت حسابي وعارف ان غبي. عملت ايه؟ برفان. ودورت برفان. مش برفان. مش برفان. امال ايه؟ سيلف ديفنس. والمصحف انت برنس. ايه رأيك؟ ابوك لو عارف اني معاك في سيلف ديفنس اقسم بالله ابوك هيبهدلك. هيبهدلني ليه وانا معايا نسوان؟ في ازازه تنقذنا في اللي احنا فيه. خلاص اول ما يجوا من الشباك بتاعك انت هرشهم على طول. ماشي ماشي. ايه انت غبي قوي غبي قوي. افرق كم الازاز بتاعك انت هنعمل ايه؟ تبقى مصيبه تبقى مصيبه. انت هترشهم. طب خلاص خليه في النص خليه في النص. ماشي 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 ماشي. لا 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 مش قادره. الكيوريوزيتي هتقتلني. لازم انزل اشوف بيعملوا ايه. ليه ار يو كريزي؟ نو دونت جو. ليه يا بنتي دونت جو ليه؟ انا لازم اعرف. لا اتس تو دينجرس دونت جو. دينجرس ليه؟ دول نيردز اصلا هيعملوا لي ايه؟ انا نازله. نيلي بليز تيك كير. اوكي اوكي. نزلوا جايين من عندك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ رش في عين. رش في عين. لو بصيت في عينه ده هتترعش هتقع مني. مش عارف مش عارف. اضرب اضرب. أنسة نيلي أنا آسف على اللي حصل امبارح. خلاص مفيش مشكلة. أصلا كان في عصابة بتطاردني امبارح فأنا فكرتك أحد أفراد العصابة. بليز لو سمحت كفاية ما تخلينيش أكرهك أكتر ما أنا مش طايقاك.
بجد كفايه ان انت السبب ان انا ما نزلتش صورتي على انستغرام النهارده ودي كارثه. طب معلش انا اسف، ممكن بس اطمن على عينيكي؟ خلاص اتس ماتش بيتر النهارده، مش لازم. معلش بس ممكن تقلعي النضاره اشوفها؟ والله صدقني مفيش، خلاص يعني عشان ضميري بس بيوجعني. معلش انا اسف بس هو الدكتور قال لي انها تورم شويه، بس قال لي انها هتخف على بالليل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيش بالليل؟ هي بايظه قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. البسيها بس بسرعه، البسيها البسي. طيب بص يا سيف، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. عايزه فلوس؟ عايزه كام؟ لا 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 خالص، انا معاك في الجامعه. ايه ده جامعه ايه معايا انا؟ مستحيل، ما شفتكيش قبل كده. ازاي يا ابني؟ ده انا بقعد وراك في كل كلاسز. ما حصلش، لو بتقعدي ورايا كنت اعرف يعني، انا بحضر على طول. ما طب افكرك، انا مره استلفت منك استيكة. مستحيل تستلفي مني، لان انا مش هسلف استيكتي لحد، لان اهم حاجه عندي الاستيكة. طب ثانيه، الاستيكة عليها فراوله ومتعضعضه من الجنب. متعضعض؟ انا ما عضعضش الاستيكة عشان اعرف اهميتها، ما عضعضهاش انا. وبعدين كان امتى؟ كان يوم ايه؟ كانت محاضره الدكتور مين لما خدت مني الاستيكة؟ طيب ممكن ننسى حوار الاستيكة دلوقتي، انا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي، عشان انا عارفه ان انت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعه، مع انك شكلك اكبر من سنك. لا انا فعلا سني كبير، اصلا درست جامعتين ودي الجامعه الثالثه ليا. للدرجه دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم، بس انا فاهمك. انا ماما كان نفسها ادخل كليه الحقوق، فدخلت كليه الحقوق عشان ما تزعلش. بابا بقى كان نفسه اخش كليه سياسه واقتصاد، دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش. بعد كده بقى درست الحاجه اللي بحبها اللي كان نفسي اخشها من الاول، كليه الهندسه، عشان انا ما ازعلش. ايه ده يور سو سويت، اي حد بيقول لك تدخل اي حاجه كده بتدخلها. طب معلش انا هطلب منك طلب، بس هو مش ده الطلب الاصلي يعني، ده طلب تاني جالي دلوقتي. انا كنت عايزه ادخل باليه، ممكن تدخل معايا؟ والله لو هتستني لاخر السنه دي اخلص المشروع بتاعي، ما عنديش مانع ارقص معاك يعني. اوكي هستنى. نرجع بقى للطلب الاولاني الاصلي. وتفضلي. انا كنت عايزك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي. ايوه يعني عايزه ايه بالظبط؟ يعني اجيب لك مراجع، اكتب لك مقدمه، ارسم لك ماكيت. بالظبط كده، عايزك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمه وتجيب لي موكيت. اجيب لك موكيت؟ اه. وانت بقى مش تعملي اي حاجه يعني؟ انا هجيب لك كل حاجه وما تاخدي المشروع بتاعي احسن. بص يا سيف، انا امبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على العمل كده في عيني، بس ما قلتلوش اسمك، لكن دلوقتي حالا اكلمه واقول له اسمك عادي. لا لا، وتقولي له ليه؟ ما تقوليش اي حاجه، وانت لو احتجتي اي حاجه انا هعملها لك. اقول لك مش عايز الاستيكه، ومعايا ليكي حته برايه بمرايه، انما ايه جميله، ومعاكي رقمي كلميني. ما يعني انا مش هتاخر عنك في اي حاجه، بس يا ريت ما تقولي. ايه الصوت ده؟ لا ما فيش، ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاوي، اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه. حمزه شقي يا حمزه. حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري، انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزة. الشنطة مع حمزة. يا حبيبي شقي شقي شقاوة، خدي الشنطة يا حبيبي. بصي سيب يا حمزة، سيب يا حبيبي، سيب. بيقول لك باي باي، عنده خصلة حلوة قوي حمزة. ثانك يو سيف، باي باي. طب يعني أنا مش هينفع أسيبك في الحالة ديت، لو أوصلك يعني. مالها الحالة؟ في أنا كويسة، أنا بعرف أتحرك لوحدي على فكرة. تمام خليك، أقعد أقعد، مفيش مشكلة خالص. وبعدين بقى يا حمزة في إيه؟ أنا بلعب معاك؟ فين مامة حمزة يا جماعة؟ احنا في نيرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكوا كده؟ قدك انا؟ قدك؟ خلاص ما تزعلش، مش هزعقلك تاني. اديني ولا اديني، اديني ولا سيف سيف. ايه يا شريف؟ بقول لك يا سيف، الطماطم احلى ولا الخيار الهالات السوداء اللي تحت العين دي؟ البتنجان المخلل. يا شريف اللي انت عامله ده، انت حاطط من الماسك بتاع ماما؟ ما ده اللي لقيته عندكم، وبعدين حبيت اعمل كده عشان بشرتي تبقى ناعمه ونضره، عشان لما نيلي تيجي بكره تلاقيني زي القمر. وانت مالك ومال نيلي؟ نيلي دي بنت مؤدبه ومحترمه. انا مش عارف ايه اللي خلاني اوافق انها تيجي هنا. ايه المشكله انها تجي لنا البيت يعني؟ ايه العيب في كده يعني؟
المشكله انها بنت وجميله. ايه المشكله في كده؟ ما تبقى تعرفنا على بنات صحابها الموزز ونخرج معاهم ويجونا البيت ونروح لهم البيت ونروح معاهم ديسكو. شريف انا جايبك هنا عشان ما اقعدش انا والبنت لوحدينا، لكن تروح تقول لها بقى عرفيني على الموزز صحابك وجو التحرش بتاعك ده انا ما بحبوش، وما بحبش كلمه ديسكو. لما تلاقيني داخل بحنان شوقي يبقى اقول ديسكو. طب بعيدا بقى عن كل ده، احط طماطم ولا احط خيار؟ حط قته. فين؟ بقولك ايه، هو انتوا لما بتعوزوا تاكلوا بتاكلوا ايه؟ يعني الشبراوي بيجي دليفري؟ يخرب بيت سألت تدويرة وشك. حد عايز حضرتك يا استاذ؟ حد مين ده؟ صباح الحنان على احلى شريهان على مر الزمان. عينيك، انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ فيها شوشو، دي مقابلة تقابلي بيها خطيبي؟ هو انت ليك عين تيجي بعد اللي عملته في الدريم بارك؟ والله يا شوشو انا كان قصدي خير، وبعدين انا عمال اكلمك من ساعتها وانت اللي ما بترديش عليا، وبعدين لو انت فاهمه ان انت بكده بتخلعي من هاني الدبدوب فلازم تفهمي ان هاني الدبدوب لسه حبوب. من فضلك يا هاني، احنا هنا في مكان عمل، يعني ما ينفعش الزيارات الخاصه دي الا لو كنت عايزني في شغل. طب ما انا عايزك في شغل. شغل؟ شغل ايه ده بقى؟ مش انتوا شركه شحن؟ ايوه. انا جاي اشحن. تشحن ايه؟ اشحن بعشرة. تشحن بعشرة بس؟ طيب عشان خاطر الشمسيه دي هشحن ب30. لا في ب25. لا انا خارج من ذمتي 30 والخمسه ليك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مين ده؟ مستر منير ده باينك زبون، مش انت زبون؟ زبون؟ اه انا زبون. و كنت جاي اشحن يعني. جاي تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن ب50. نعم 50 ايه؟ طيب ماشي، انت مستلم يعني عشان شركه وانتم موظبين ومكلفين. هشحن ب100 مش هيخسر. هات التليفون اشحنك على الهوا، مفيش بمية. انت جاي تهزر؟ خلاص يا مستر منير، خلاص. هو اساسا كان ماشي، مش انت كنت ماشي؟ مش ايه؟ لا مش بقى هي بقى كده يعني. طب على فكره بقى انا مش زبون ولا حاجه، ودي تبقى خطيبتي. لا خطيبي ايه؟ هو انت خطيبي؟ هو انت وقعت على دماغك ولا ايه؟ في ايه يا بنت؟ مش عارفه ليه نسيتك فجاه ارتبكت بقى. امشي هاني، ابوس ايدك عشان خاطر امشي. ماشي يا شوشو همشي، بس الاول تقولي لي سامحتك. سامحتك يا هاني؟ لا قولي لي سامحتك يا دبدوب. سامحتك يا دبدوب. لا ما تاكلنيش يا ماما، قوليها زي ما بتقولها لي. سامحتك يا دبدوبي دوبي دوبي. ايوه الغلاسه اللي انتوا فيها دي، اتفضل اطلع بره يا سخيف. انسه شريهان. ايوه فضل. ما ينفعش ابدا، احنا هنا في مكان شغل، ما ينفعش اي زيارات عائليه فيه. وبعدين انت بقالك كام يوم وبيجي لك زيارات، قدام شويه هيحصل ايه؟ اسفه يا فندم، اوعدك مش هتتكرر تاني. خلاص سامحتك. وبعدين ايه البتاع اللي على دماغك دي؟ اصل انت كيف عمال ينقط فجاه؟ انت هتحكي لي قصه؟ اقلعي البتاع اللي على دماغك دي يلا فورا. حاضر يا فندم، اتفضل. انا هجربك في شغل، اما نشوف. عايزك تعملي لي فايل تحط لي فيه كل حاجه عن الشحنه بتاعت ايطاليا اللي رايحه الصين، اتفقنا؟ حضرتك دي لعبتي، 5 دقايق وتبقى عندك. دي مواعيد ساعة لستناكي. هو مش ده بيت سيف؟ سيف موجود؟ ولو مش موجود ما ينفعش شريف خالص؟ انت بتستظرف بقى بصراحة. اهلا يا نيلي، ازيك؟ بطل غتاتة يلا، وبعدين اقلع الروب بتاع ماما عشان لو شفتك لابسه هتبهدلني. الفسكوزة بتاع ماما؟ ايوه اقلعه. انا مالي، ادخل ولا ايه ده؟ بطل غلاسة. طبعا اتفضلي يا نيلي اتفضلي. واو استغفر الله العظيم يا رب، الحمد لله على كل شيء يا رب، صبرني. أنسة شريهان. أيوة. في واحدة بتسأل على حضرتك. واحدة؟ في إيه النهاردة بس؟ يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك يا حبيبتي. المكتب الشيك ده بتاعك يا بنت؟ يا اختي علي يا حبيبة خالته، بينها بدت لك في القفص يا بنت. ايه اللي جابك يا خالتي؟ اقسى عليك، ايه اللي جابني؟ ويا بنت اللي انت لابساه فوق دماغك ده، انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعت شماسي؟
بتفرديها يعني ولا بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟ معلش اصلها بتمطر عندي هنا. المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خالتي؟ اقسى عليكي تاني هتقولي لي ايه اللي جابك؟ بصي بقى انا جايبه لك لقمه يا روح خالتك تاكليها كده بالهنا والشفا. لهوي جايبه لي اكل هنا في الشركه اكل؟ امال هجيب لك فين يعني؟ وبعدين انا فرحانه بيكي. ايه ده ايه ده ايه اللي بيحصل هنا ده ايه الغاغه دي؟ احنا هنا فين؟ في شركه ولا في مولد؟ انا اسفه قوي يا مستر منير، وبعدين انا ما اعرفهاش اصلا. انت مين يا ابله؟ اخسى عليك يا بنت، بتتنكري مني؟ انت تاني يا شريهان؟ انا مش لا البتاع اللي على دماغي دي الاول وما بكلمك. ماشي. انا مش كل شويه حد يجي يزورك في الشركه، ما ينفعش. مشغلين عندنا مين؟ صوفينار؟ ايه يا اخوي مالك عمال تزعق فينا كده ليه؟ فزعت البيت وفزعتني انا كمان. ايش حال يا اخويا اللي ما كانش عمها صاحب الشركه دي كلها؟ لو سمحت يا مدام انا مش بكلمك، انا بوجه الكلام للموظفه اللي بتشتغل عندي. وبعدين يا شريهان ايه الاشكال البلدي دي؟ بلدي؟ انا بلدي يا ابن السمن البلدي. تقصد مين بالسمن البلدي؟ استنى بنت انا اعرف اكلم الاشكال دي كويس. خلاص يا خالتي بلاش ده، بلاش ده بالذات. ليه بلاش ده بالذات؟ مدير يا خالتي ابوس. مديرك؟ الراجل البطريق ده مديرك؟ بطريق الامن منير. في ايه؟ الحقني مستر عبد الله. ست صباح، اهلا وسهلا. ازيك يا سي عبدو؟ انا كويس الحمد لله. خير يا فندم، في ايه؟ تعالى يا اخويا شوف موظفينا عمال يشخط فيا من ساعة ما جيت وانا قاعدة عيط عيط. اتهنت والله. اتهنتي؟ مستر عبد الله انا اللي اتهنت. منير ارجوك مستر عبد الله بليز. ارجوك منير اتحرك. موفيت. ميرسي. ناس اتفننوا واتحفوا وناس اتكوروا واتحدفوا. الله على الزجل ده، مش ممكن. ده صلاح جاهين؟ دي صباح جاهين. طب مش تقول لنا هاني من الجاية كنا على الأقل دهنا الأرض مربى؟ والله يا سعبده أنا ما كنتش جاية، بس البت الغلبانة دي صعبت علي، قلت أجيب لها حاجة تتوتت بيها. طب تصوري بقى أن أنا زعلان؟ يعني تجيب البنت لقمة وما تجيبليش أنا؟ ودي حاجة تفوتني يا سعبده. استنى بس ده التقيل جاي ورا. لا يبقى ناكل في مكتبي بقى، وسع ونزروت براحتنا. اتفضلي هاني ما حصلك. طب والمكتب ده يروح له منين يا سعبده؟ شوفي لو عديت المكتب الأول ولا أقولك أنت هتحسي بنفسك. حاضر من عينيا يا سعد. هروح أأكل سعد الأول وبعدين أبقى أرجع لك، مش هتأخر. ماشي يا خالتي. أوي. أهلا أهلا شريهان. إيه يا عم؟ حبيبتي عاملة إيه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم. طب شوف أنا عايز أقول لك على حاجة، لو غصتي أي حاجة صغيرة أو كبيرة ترجعي لي فورا أو لمنير. ماشي. هي في بس حاجة واحدة. طب أنا أستأذنك لأني مشغول جدا دلوقتي. طب هقول. باي باي. بيتك يا شيخ، بيتك. ايه ده انت بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي؟ انا عارف انها حاجه عيالي، بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجله ميكي هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول، ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني، ده جدي. تشربي حاجه؟ سوري، تشربي حاجه؟ شاي، قهوه، نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي. البريل؟ لا انت. هو مين ده؟ ده شريف كان معانا في الكافيه، انت نسيتيه؟ لا مش فاكراه خالص. شريف صاحبي الوحيد وبيعدي عليا هنا كتير، ده كان بايت معايا امبارح. كان بايت معاك وواخد الروب بتاع مامتك، ويرد قوي. لا مش ويرد، هو شقي. يا شقي. يلا تشربي ايه بقى؟ ممكن تريبل بيري كيوي سموذي. ايه؟ سموذي. لا انا ما بشربش الحقيقه. لا هي عايزه تشرب، افهم بقى، هي عايزه تفك، افهم. انا اجيب كحوليات وننبسط؟ لا 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 خالص، انا ما قلتش كده. هات لي ميه. اوكي ماشي ماشي، هاخد وقت في الميه. ها انجز انت بس وفكها كده. يلا يلا انجوي. بصي هو غيتت شريف، غيتت بس قلبه ابيض يعني، طيب جدا. فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعك؟ الفايل على اللابتوب، واللابتوب في العربيه، بس انا عندي كوبي على الميل.
طب كويس، احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعت لك كل الشغل بالميل. طيب اوكي ماشي، هات اللابتوب بقى عشان انا لما بكتب بنفسي بستعوب اكتر. بت ايه؟ بستعوب. لا انا هكتب انا عشان انا سريع عشان ننجز. يا ابني انا في الكتابه سريعه بس. هذا وقد قرر العالم الفلكي والرياضي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهرة وتمكنه من تصوير لحظة انشطار واجهة الهرم في عام 1920 ميلادية. معلش هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في قد؟ ايه بس خليني اتأكد من سبيلينج. بالقاف. قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين؟ ايوه. اوكي قاف قاف. يا له سريعة سرعة اسرع واحدة. قاف. طيب هذا انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال. مفيش حاجه اسمها زه ومفيش حاجه اسمها زاد. ازاي في ره زه وفي زاد ضاد؟ اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف، ده اسم بني ادم. حتى في بنات اسمها زينه. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكره. انا خلاص خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. انا مش عارف انت متعصب ليه يا سيف. اهدى شويه يا سيف، اهدى شويه. انت مش شايف يا شريف؟ انا مش شايف. انا مع مين؟ انا مش شايف. شريف ما تستعبطش، ده بريل. انت هتعمل لي سكران. ماشي معلش. خلاص خلاص كمل يلا. هذا وقد قرر. قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اوكي قاف. قرر ره ره ره. يا رب ارحمني. ره ره لقيتها. قرر يعني ره تاني. ره ره. انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي، ما انت لسه دايسه عليها. دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت ثبت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. اهدى بس اهدى اهدى. اوقات الري بتفط من فعلا من الكيبورد. معلش اهدى. بطل شرب يا اخي، البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت، البنت زي القمر عشان خاطري. بالراحه. على فكرة انت موترني جدا والمشكلة مش عندي. امال عند انا؟ يا عم المشكلة عند انا، عند انا المشكلة. خلاص معلش. المشكلة في اللابتوب بتاعه صح؟ هو صح، انا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف ازاي يعني؟ هو هو لا اي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك انت مختلف، على الاقل انا عندي زاد انت ما عندكش. مفيش حاجة اسمها زاد. انا مش عارفة اشتغل على اللابتوب ده، انا عايزة اللابتوب بتاعي. هو موجود تحت في العربية، هتنزل تجيبه لي ولا انزل انا اجيبه بنفسي؟ لا لا ما تنزليش انت، انا هنزل واعمل لك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى متاخر بقى. ايه واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه. ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي وانت ايه قليل الادب. دي بنت مؤدبه مش زي اللي تعرفها. ماشي ايه المشكله؟ بس انا مش هقعد معاك لوحدي على فكره. في انت قفشت ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكرنا ما بدانا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده ولا البس ابيض احسن؟ ابيض يا شريف. شريف سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده؟ بتقول ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي، مش حرامي. هو ممكن يكون غيتت غلس لكن مش حرامي. خايفه ياخد مثلا سكارف من عندي من العربيه اذا كان اخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقه، دي شقاوه. شقي قوي. شقي. اوكي خلي بالك. عامه انا ما تلاقيش. بليز دوروا كويس عشان انا مش فاكره حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش هنتأخر. خد راحتك، البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ فوتوز برايفت. ياسمينة. ايه ده؟ دي احلى حاجة حصلت لي في حياتي. دي هتبقى فضيحة جامدة جدا. دي كانت مبزوزة مبزبزة من كل حتة. ايوه يا سيف استنى ما تجيش. لقيت اللابتوب؟ لا ما تطلعش من غيره. دور عليه في كل حتة، دور تحت رجلي كده الحتة اللي بسوق فيها. دور جنب الكرسي التاني. دور بين الكرسيين، في الكنبه اللي ورا، في شنطه العربيه. من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وترني قوي. ثانك يو باي.
هبعت الصور لنفسي على الميل. طب ما انا اعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه، وانا ولا من شاف ولا من جري.